ثقافة شنو واحد الأسبوعين كانت واحد منافسة جد قوية حيث أن كانوا 37 دولة. فالحمد لله الدراري كانوا في أحسن مستوى. الدراري التحموا بعضياتهم وحاولنا باش نتكلموا مع الدراري باش نكونوا نردوا هذيك الهيبة اللي كانت في رياضة الملاكمة. والحمد لله تمكننا من الظفر بالمرتبة الأولى وبواحد الظهور اللي كان جيد لا بالنسبة للذكور لا بالنسبة للإناث. والحمد لله هذا ما كيدلش على أنها مازال خصنا العمل ومازال خصنا الخدمة. وحنا في طور تكوين واحد الشباب مع ملاكمين اللي عندهم تجربة. والحمد لله كنطلب من الله سبحانه وتعالى باش يكونوا دائما في حسن ظن سيدنا الله ينصرو في حسن ظن الجمهور المغربي وخصوصا جمهور رياضة الملاكمة. عدد الميداليات بالنسبة للذكور ولا بالنسبة للإناث 10 ديال لي ميداي بالنسبة درنا 10 ديال لي ميداي دور ودرنا 4 ديال 3 ديال لي ميداي دارجون و 3 ميداي برونز. حصيلة كانت جد جد مشرفة بالنسبة وكانت أول مرة في تاريخ الملاكمة المغربية وهذا شرف لي لأنني كنتواجد مع هذه المجموعة. وأولا قبل كل شيء كنشكر حتى المجهودات اللي كيقوم بها السير هذا ماشي أنا راه كل شيء كيعرفني أنا ما كنغطيش شي واحد ولا كنجامل شي واحد. الرئيس قام بواحد المجهودة كنشكروا عليها وللناس اللي مسؤولين وكذلك على الخصوص هما الملاكمين. الملاكمين كانوا أخوة كانوا حاولوا باش تكلمنا بعضياتنا باش ندخلوا لواحد التاريخ والحمد لله ربي ما حشمناش. وكنتمنى دائما نكون في حسن ظنكم وحسن ظن الجمهور. عاد جينا من الكاميرا وكنا في مشاركة ديال ألعاب إفريقية. الحمد لله كانت الحصيلة ديال الميداليات إيجابية، 5 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، وهذا كيدل على أن الملاكمة إن شاء الله غتكون حاضرة بقوة في الألعاب الأولمبية إن شاء الله في الكاليفيكاسيو ديال الأولمبيك. وأنا فرحان بزاف حيت حققت الإزدواج ديال البطل العرب وبطل إفريقيا. وكنبغي نشكر من هذا المنبر المدربين اللي لعبوا واحد الدور كبير في باش نحققوا هذه النتائج. الحمد لله كانت نتائج ايجابيه وكنبغي نشكر من المبارك وكنبغي نشكر الاطر التقنيه والسي جواد بالحاج رئيس الجامعه الملكيه للملاكمه. وكنبغي نشكر كاع الاصدقاء ديالي اللي كانوا معايا الحمد لله تقاتلوا لعبوا بالروح الوطنيه. ما كنسموهمش ملاكمين كنسميهم اسود، يعني عطاو واحد الدور كبير وداروا واحد البصمه وبصموا الاسم ديالهم. وان شاء الله مازال كنوعدوا الشعب المغربي بميداليات اخرى إن شاء الله غيكون الخير.